بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ لفضيلة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ محمد ابن عبد الوهاب الناشر الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقرأ الكتاب عليكم منصور الجنوبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله حق حمده وأصلي وأسلم على صفوته من خلقه محمد عبد الله ورسوله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد، فإن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية، وهي إحدى الجهات الرسمية والمسؤولة عن الدعوة إلى دين الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ترى أن من أهم مسؤولياتها الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له ومحاربة الشرك وطرقه ووسائله وما ألصق بالدين الإسلامي من بدع ووسائل تعبدية ليست من دين الإسلام في شيء. فالدين هو ما شرعه الله على لسان رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت وسائل الشرك ما زالت خافية على كثير من المسلمين في الوطن الإسلامي الكبير، بل ويروج لها المضللون المنتفعون من سدلة الأضرحة وغيرهم من المبتدعة من مثل داود بن جرجيس وغيره ممن اشرأبت قلوبهم بالبدعة ولم يفقهوا حقيقة كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وما فيها من النفي والإثبات، ولم يعوا حقيقة الألوهية الحقة ولا حقيقة الربوبية، ولم يدركوا ما بينهما من تلازم. وبعض الناس وخاصة المثقفين يظنون أن مثل هذه المسائل في العقيدة لم يعد لها وجود في الفكر الإسلامي المتحرر من التقليد الأعمى، وهذا صحيح بالنسبة لكثير من المسلمين والحمد لله، ولكن المجتمع الإسلامي ما زال مبتلا بكثير من دعاة الضلال وأنصار البدعة. وفي بعض البلاد الإسلامية من السواد الأعظم من عامة المسلمين من لا زال يرتاد الأضرحة ويقدم لها النذور ويسألها قضاء الحاجات وتفريج الكربات وطلب الشفاعة إما جهلا وإما تقليدا أعمى لأولئك المضللين الذين يروون لهم أحاديث مكذوبة وموضوعة ويحرفون الكلام عن مواضعه. لهذا فإن الرئاسة العامة ستنشر إن شاء الله تباعا من كتب أئمتنا الأعلام التي عنيت بخدمة الإسلام وبيانه للناس مدعوما بالدلائل من كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة والتابعون وسلفنا الصالح رحمهم الله. وبين يديك أيها القارئ كتاب قيم للإمام العلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، يرسم المحجة مدعومة بالحجة بعبارة سهلة وأسلوب علمي تقر به عيون الموحدين وتخرس به ألسنة المبتدعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم آل الشيخ. تصدير دلائل الرسوخ. بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد، فإن كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ من مؤلفات الإمام العلامة الأوحد والعلم المفرد الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الرحمن ابن الشيخ حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من أتم الكتب فائدة وأجزلها عائدة، تضمن الرد المسكت المفيد والقول الجيد السديد المؤيد بأدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة النبوية وإجماع السلف الصالح من هذه الأمة على ما لفقه طاغية العراق داود بن جرجيس داعية الكفر والضلال.
فقد أرسل هذا المفتري المفتون رسالة إلى بعض الناس يدعوه بها إلى الإشراك بالله، ويزعم المخبول أن الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بشرك، وإنما هو توسل مندوب إليه، وأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله ليس بعبادة، بل هو نداء ليس داخلا في حد العبادة ولا من جملتها، فلا يشمله قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة. وأجاز اتخاذ الوسائط بينه وبين الله تعالى، ورغب في دعاء الأموات والغائبين، وأن ذلك توسل مندوب إليه، وألحد في نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وحمل الآيات القرآنية على غير ما قال به النبي وأصحابه، وكذب على أهل العلم ترويجا لباطله حتى التبس أمره على كثير من جهلة المسلمين، لأنه يذكر أقوالا يزعم أنها في كتب المحققين من أهل العلم وأنها مقبولة لديهم، وهو في ذلك كاذب، حتى أنه في كتبه ينقل إيرادات أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية ليرد عليها ليحذرها الناس، فيذكر الإيراد محتجا به على باطله، ويسقط الرد الذي رده به شيخ الإسلام. وهذا العمل من أكبر الخيانة عند أهل العلم، فانتدب للرد عليه كاشفا لأسراره وهاتكا لأستار كفره وضلاله، ومبينا بطلان ما ذهب إليه من قبيح أقواله وأعماله. الشيخ الإمام عالم الفضائل وقدوة الأكابر الأماثل عبد اللطيف بكتاب جليل سماه دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، فحاز هذا الرد القبول والإعجاب عند أهل البصائر من علماء الأمصار، حتى قال قائلهم إن ابن جرجيس بردون وذا أسد، وهل تقاس أسود بالبراذين. وكان تأليفه لهذا الرد قبل وفاته بنحو سنتين، لأنه ألفه سنة 91 و200 وألف، ومات رحمه الله سنة 93 و200 وألف للهجرة. وقد طبع هذا الرد العجيب سنة 35 وألف للهجرة، ونفذت طبعته الأولى، وقل وجوده حتى نسي أو كاد أن ينسى، وما زلت أبحث عنه لأقوم بإعادة طبعه نصرة للدين وقمعا للملاحدة المارقين، حتى يسر الله لنا الوقوف عليه في مكتبة عين أعيان الحجاز العالم السلفي الفاضل الشيخ محمد بن حسين نصيف الشهير. فحين الوقوف عليه عرضته على أنظار صاحب السمو الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر سابقا، فباور بإصدار أمره العالي بطبعه وقفا لوجه الله تعالى كعادته في كل ما مر بطبعه على نفقته أو يشتريه من المكاتب والكتب حفظه الله وأدام له السعادة والسيادة بمنه تعالى وكرمه. وللعلامة المحقق الشيخ عبد اللطيف رد آخر أوسع من دلائل الرسوخ، رد به أيضا على طاغية العراق الداعي إلى تأييد الكفر والضلال داود بن جرجيس، ولكنه رحمه الله مات قبل إكماله، قالوا لأنه اشتغل بتأليف رد آخر على طاغية من أهل وجد من إخوان ابن جرجيس، فتم هذا الرد وسماه مصباح الظلام. وله قصيدة رائية يمدح بها داود، فرد عليه عمي عبد الرحمن، وكذلك رد عليه الشيخ أحمد بن مشرف، وسمى الشيخ عبد اللطيف رده الكبير منهاج التأسيس، فتصدى لإكماله شيخنا علامة العراق السيد محمود شكري الألوسي مؤلف غاية الأمان الرد على النبهاني. وقد طبع الرد وإكماله على نفقة والد صاحب السمو الشيخ علي آل ثاني، فحق لنا أن نتمثل بقول القائل المصيب غير الفائل بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. وقد رد أباطيل هذا الملحد العراقي جماعة آخرون من أهل العلم، منهم الإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد الشيخ عبد اللطيف، وسمي رده القول الفصل النفيس في الرد على داود بن جرجيس، ومنهم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين، رد عليه بردين أحدهما اسمه الانتصار والثاني اسمه تأسيس التقديس. ورد عليه شيخ مشايخنا السيد نعمان الألوسي برد سماه
شقائق النعمان في رد شقاشق داود بن سليمان. وقال بعض علماء العراق مادحا له: مزامير داود النبي لنا غنى بها عن سماع في شقاشق داود، فدع عنك يا نعمان رد اعتراضهم ولا ترمه إذ جاء يعوي بجنودي. ورد عليه غير هؤلاء من أهل العلم نصرة لدين الله على حد قول قائل: وإذا هم سمعوا بمبتدع هذا صاحوا به طرا بكل مكان. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين بمنه وكرمه. كتبه محمد بن عبد العزيز بن مانع. تقارير الكتاب. قد قرر هذا الكتاب جملة من الأفاضل الأدباء، منهم عبد القادر أفندي البغدادي الحنفي النقشبندي القادري، وذلك بقوله: عبد اللطيف جزاه الله خالقنا يوم الجزاء بأجر غير ممنون، هو الهمام الذي شاعت فضائله في الشرق والغرب من مجد إلى الصين، بحر من العلم يبدي من معارفه بديع در عزيز القدر مكنون، حمى طريق رسول الله عن شبه منصوبة لجهول غير مأمون، وساوس أقاويل منفقة كأنها بعض أقوال المجانين، ظن ابن جرجيس من جهل ومن سفه لم يبق في الناس ذو علم وتمكين، فقال ما قال من زور ومن كذب وزخرف قد تبدى غير موزون، ولم يكن يغني عنه الظن فانعكست ظنونه في مجال غير مضمون، إذ رده ناكصا يدعو النجاء على أعقابه خسر الدنيا مع الدين، إن ابن جرجيس بردون وذا أسد وهل تقاس أسود بالبراذين. دلائل أشرقت كالشهب أرسلها عبد اللطيف رجوما للشياطين، جزاه مولاه عنا كل صالحة من جنة الخلد في يوم الموازين. وقال حضرة العالم العلامة والمحرير الفهامة مولانا الأستاذ السيد مصطفى أفندي مفتي السادة الحنفية في مدينة الحلة الشهير بواعظ زادة: أدين الله تعالى بجميع ما في هذا الكتاب الحاوي لكل معنى منيف، وأبرأ إليه تعالى من الاعتقادات الفاسدة والأقاويل الزائفة عن الحق العارية عن كل فائدة، وأنزهه سبحانه وتعالى عما تقوله أهل الأباطيل وعللوه بتعليل عليل، وأشكر فضل من أنشأ هذه الفوائد الدينية والقواعد الإسلامية، فجزى الله العلماء العاملين عن الإسلام والمسلمين خيرا، ورزقهم الأمن والأمان والبشرى في الحياة الدنيا والآخرة، والحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. وأنا الفقير إليه عز شأنه السيد مصطفى نور الدين ابن المرحوم السيد محمد أمين الواعظ غفر لهما آمين. وقال المولى البارع ذو النور الساطع والفضل الناصع الفاضل الأمجد الشيخ أحمد سلمه الفرد الصمد: نحمدك اللهم على أن جعلت لهذا الدين من العلماء العاملين أنصارا وأعوانا، ووفقتهم للذود عن سنة سيد المرسلين والشرع المتين سرا وإعلانا، فجردوا قواضب ألسنتهم لقطع ألسنة المبتدعين، وحدوا أسنة أقلامهم لسرد شبه الملحدين، فكانوا أعظم شأنا وأعلى برهانا. ونصلي ونسلم على نبيك ورسولك وصفيك وأمينك الذي ختمت به الرسالة وأزلت بنوره ظلمة الضلالة ورفعت ببعثته الجهالة، بعد أن هلك الناس كفرا وطغيانا فكسر الأصنام وأزاح الطغيان وقمع الآثام وقمع الأوثان، فبدل العصيان إذعانا وأحال الشرك إيمانا، صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله الذين اتبعوا أثره وساروا سيره وحفظوا سنته ونصروا ملته، فارتفع بهم الشرع بنيانا وقوي الدين أركانا، وعلى أصحابه الراشدين الهادين المهديين الذين هم نجوم الاهتداء وبدور الاقتداء، جزاهم الله سبحانه وتعالى عن المسلمين خير الجزاء، وأثابهم إنعاما وإحسانا، وبوأهم من فضله غرفا وجمالا. أما بعد، فقد نظرت في عبارات هذا الكتاب نظر ناقد، وتأملت مقاصده فصلا بعد فصل،
وبابا بعد باب تأمل قاصد، وقلبت ما فيه ظهرا لبطن وفنا بعد فن، فألفيته قد اشتمل على فصل الخطاب وأصاب عين الصواب وتميز بالحق عند أولي الألباب. فما مولى أحكم ترصيفه وأجاد تصنيفه وأبدع تأليفه ووضع أركانه ورفع وأعلى شأنه إلا رجل عض على الشريعة بالنواجذ، وحملته غيرته الإسلامية على رد ملحد مبتدع نابذ قد لعب بعقله الشيطان وسلك به كل فج من العصيان، فكتب أوراقا تشتمل على خرافات من البدع والضلالة وتحتوي على ترهات تنادي على صاحبها بالسفه والجهالة، ثم نشرها على ضعفاء العوام ليضلهم بها عن سنة خير الأنام عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام، ترويجا لمذهبه الفاسد واعتقاده الكاسد وطلبا لتحصيل أمانيه الدنيوية وحظوظه الحيوانية، ظنا منه أن الشريعة المطهرة قلت أنصارها وأظلم منارها واستقلت ركابها وعز طلابها وذلت أسودها واشتبهت حدودها، ولم يدري أنها محاطة بأبطال يضيق عنهم المجال وتسد بهم الخلال، إذا قارعوا قرعوا وإن صارعوا صرعوا وإن حوربوا حربوا وإن نوزلوا سلبوا، دروعهم كتاب الله وأسنتهم سنة رسول الله، لسانهم سنان وسنانهم لسان وسلاحهم طاعة وإيمان. فقيض الله لرده مؤسس قواعد هذا الكتاب ومجري ينابيع هذا البحر العباب، الفاضل الذي شهدت بكماله فضلاء البلاد وعمت فضائله كل ناد، العالم العامل والبدر الذي يقصر عن مجاراته كل متطاول، الورع الزاهد والتقي العابد طود القلم الشامخ وركن المجد البادخ، صاحب التصانيف المفيدة والتآليف العديدة، الشيخ عبد اللطيف الحنبلي غمره المولى عز وجل بلطفه الجليل الجلي، فرده بهذا الرد الحقيقي بالقبول المرضي عند ذوي العقول، فهو للمسلمين ترياق نافع وللمبتدعين سم ناقع، جزى الله تعالى مؤلفه خير الجزاء وسلك به سبيل الصلحاء، وجعلنا ممن اقتفى أثر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع سنته، وصيرنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الفاضل والعالم العامل جناب علي أفندي المدرس بمدينة البصرة: داح نور الهدى وزال الضلال، ودها الشرك والعناد زوال، وتجلت شمس الكمال عيانا بعدما كان دونها أضلال، ورياض التوحيد جاد رباها موسم الحق عارض الهطال، ويد الجهبذ المحقق للحق الإمام المهذب المفضال، والهزبر الهمام والعالم المحرير من عنده تنتهي الآمال. ذاك عبد اللطيف كنز المعالي هو بحر للعلم بحر زلال، احكمت للورى دلائل قصد صار فيها على الهدى استدلال، رسخت في قلوب قوم هدات وذو الزيغ عن هنالك زالوا، رفعت عن عيوننا كل غبن وبها زال داء شرك عضال، ولها مبتغى الهدى فليبادر فلها سيغى أن تشد الرحال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، أرسل الرسل وأنزل الكتب لتأصيل أصول وتحقيق الحقائق، فقامت حجة الله على المكلفين من الخلائق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مخلص لله صادق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأحسن الملل والطرائق، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بجهاد كل كافر ومنافق. أما بعد، فقد وقفت على أوراق أرسلها الملا داود ابن سلمان الجرجيس العاني العراقي إلى بعض أصحابنا، فرأيت فيها من الصد عن سبيل الله
والدعوة إلى عبادة الأولياء والصالحين ودعائهم، والحث على قصدهم في الملمات والشدائد، والإلحاد في آيات الله، وتحريف الكلم عن مواضعه ما لا يسع السكوت عليه. فإن الله تعالى بعث محمدا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأمر بجهاد الكفار والمنافقين بالحجة والبيان كما أمر بجهادهم باليد والسنان. قال تعالى: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. وقال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. قال ابن كثير: يقول تعالى: فهل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا، أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غيره وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وقوله: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فاجأهم العذاب. وقال أبو السعود: أولو بقية من الرأي والعقل، أولو فضل وخير. وسمي بها لأن الرجل إنما يستبقي مما يخرجه عادة أجوده وأفضله، ومن قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا. انتهى. وقد ينتفع بهذا من أراد الله هدايته واستعماله فيما يرضيه من توحيده وطاعته، ولو سبق منه رده والصد عنه. قال الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. الآية. وما أحسن ما قيل: أبن وجه نور الحق في صدر سامع، ودعه فنور الحق يسري ويشرق، سيؤنسه يوما وينسى نفاره كما نسي التوثيق من هو مطلق. فصل. قال العراقي في رسالته: أعلم أني وجدي والدي بيت علم، وعقيدتنا عقيدة السلف، وليس الآن في بغداد من هو على مذهب الإمام أحمد غيري، وأنا تابع لأقوال الشيخين ابن تيمية وابن القيم. والجواب: أن يقال مذهبك وعقيدتك وما أنت عليه قد اشتهر وعرف من رسائلك وسمع منك شفاها ونقله العدول، ولم يزل يتواتر من وقت قدومك الجبل والقصيم واجتماعك بالشيخ عبد الله أبي بطين ما وقع بينكما من المناظرة في مسمى العبادة وغيرها. كل ذلك وصل إلينا وتواتر لدينا، واستفاض استفاضة تورث علما بوريا أنك داعية إلى دعاء الصالحين والأولياء وندائهم بالحوائج والاستغاثة بهم في الملمات والشدائد. وإن ذلك لديك مستحب وارد، وإن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال، وإنه لا يكفر ولا يشرك إلا من دعاهم استقلالا وزعم أنهم الفاعلون المدبرون، وأن على وجه الجاه والشفاعة، وذلك عندك ليس بشرك ولا كفر. كل هذا ثبت لدينا قبل هذه الرسالة الأخيرة. فلما وقفنا على ما فيها وتأملنا خافيها وباديها، إذا هي على المذهب الذي حكينا والطريقة التي عرفنا وروينا، بل فيها من الزيادة بالكذب على الله وكتابه والكذب على أهل العلم في نقل مذاهبهم وتحريف كلامهم ما لا يصدر عمن تصور الإسلام وعرفه وآمن بالله واليوم الآخر، بل لا يصدر عمن له عقل يحسن أن يعيش به. فنعوذ بالله من الجهالة والعمى والضلال عن سبل الإيمان والهدى. ونسبة هذا إلى الإمام أحمد وإلى الشيخين كنسبة اليهودية والنصرانية إلى إبراهيم
أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم وخواص أصحابه وأهل ملته. نزلوا بمكة في قبائل هاشم، ونزلت بالبيداء أبعد منزلي. والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه، ولا يختص بمعرفته أولي العلم. وأما تبرئتك نفسك من الحلف بغير الله فمسألة الحلف لو سلمت لك البراءة منها دون ما أنت عليه بكثير، فإن من استجاب دعاء غير الله وألحد في آياته وصد عن سبيله أعظم إثما وأكبر جرما ممن يحلف بغيره. وأما ما زعم العراقي من أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فالمعروف في عرفه هو دعاء الصالحين ونداؤهم بالحوائج، وهذا عند الله ورسوله وعند أولي العلم من خلقه أكبر الكبائر على الإطلاق، كما في حديث ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وهذا العراقي صرح بأنه يجوز نداؤهم، أعني نداء الأنبياء والصالحين بل والجمادات كما هو مشهور عنه، لكن يسميه توسلا خالف المشركين في التسمية لا في الحقيقة، فيدعو الغير ويرجوه في كل مطلوب على وجه الجاه والتسبب، وهذا حقيقة الشرك. والتنديد والمنكر في عرفه هو النهي عن هذا وعن تكفير أهله، ولهذا صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن عدم التكفير هذا الضرب من الناس، ويزعم أن له نيات صالحة ومقاصد صحيحة، فظهر أنه رأس من دعا إلى المنكر وسعى في عدم المعروف ومحو آثاره. وأي معروف يبقى مع دعاء غير الله، وأي منكر يزجر عنه وينهى عنه لو كانوا يعلمون. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وأصل الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع. وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل وأضلهم عن هذا السبيل، بل هم من أعظم الناس صدا عنه وردا له وعيبا لأهله. والمخلص الداعي إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له عندهم خارجي مبتدع كما صرح به في رسالته الأولى، وزعم أن هذا دين الخوارج، وأن من كفر بدعاء غير الله فهو ممن يكفر أهل القبلة بالذنوب. وأكثر هؤلاء لا يقتصرون على نسبة أهل التوحيد إلى الخوارج والبدعة، بل يصرحون بتكفيرهم واستحلال دمائهم وأموالهم، والله المستعان. قال العراقي: ولكننا لا نكفر الناس بهذه الأشياء لأن اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله وكذا وكذا. فيقال: أبعد الخلق عن كتاب الله وسنة رسوله هم أهل الاعتقادات الباطلة وأهل الغلو في الأنبياء والأولياء والصالحين، وهم أضل خلق الله عما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. وإن ورثوا الكتاب ودرسوه فإن الوراثة والدراسة والاطلاع نوع، والعلم به والإيمان والعمل ومعرفة حقائقه ونصوصه نوع آخر. قال تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا الآية. وقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا الآية. وفي الحديث الذي وصف فيه الخوارج: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، هم شر قتلى تحت أديم السماء. من فضلك تابع بقية المادة. نواصل القراءة في كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. فالعلم والكتاب إذا لم يخلص إلى القلوب فهو حجة على ابن آدم، ويقال كتاب الله وسنة رسوله. وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. قال تعالى:
ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، الآية. والقرآن كله دال على هذا المعنى مقرر له، وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه. فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله إلى القرآن والسنة؟ وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ والمشركون الأولون يعترفون للرسل وأتباعهم أنهم دعاة إلى التوحيد وإخلاص العبادة والدعاء لله، وإنما نازعوا في تصديقهم وقبول ما جاءوا به. وهذا الذي يزعم أنه اطلع على كتاب الله لم يعرف كله ما عرفه أولئك المشركون، فالإسلام في هذه الأوقات أغرب منه في أول ظهوره. والدعوة إليه مع كثرة من يقرأ القرآن وينسخه ويطبع المصاحف وكتب العلم، فسبحان من قلوب العباد بيده يصرفها بقدرته وحكمته ويدبرها بعلمه ومشيئته. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وما أحسن ما قال مجاهد رحمه الله في قوله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قال: حتى يتركه لا يعقل. وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة، فيقال: لو عرض هذا من أهل القبلة في هذا الموضع ومن المراد بهذه العبارة لما أوردها هاهنا محتجا بها على دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله. ومن أعرض عن كلام أهل العلم ورأى أن من صلى وقال لا إله إلا الله فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة. وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله قول القائل: لا نكفر أهل الذنوب، وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد. ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وضع كلامهم في غير موضعه، وأزال بهجته لأنه تأوله في أهل الشرك ودعاء الصالحين فالتبس عليه الأمر ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف. وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله وسنة رسوله وبإجماع أهل العلم. وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول، والصلاة مع الإصرار عن المنافي. وهذا يعرفه صغار طلبة العلم، وهو مذكور في المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم. فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوة عريضة والعجز ظاهر. وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته: إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجاته أدلة صحيحة ونيات صالحة لا تخرج عن التوحيد، لأن المقصود التسبب والوسائل للاستقلال، هذا كلامه. ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد، ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم والعباد. ومن له أدنى صلة في العلم والتفات إلى ما جاءت به الرسل يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا، ولم يدع الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله، ولا قاله أحد منهم سوى فرعون والذي حاج إبراهيم في ربه. وقد قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيره:
ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم الآية. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون الآية. وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهتهم ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة، وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة، ولم يريدوا منها تدبيرا ولا تأثيرا ولا شركة ولا استقلالا. يوضحه قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، إلى قوله: أفلا تتقون. وقوله: قل من الأرض ومن فيها، إلى قوله: فأنا تسحرون. وقوله: أمن جعل الأرض قرارا، إلى قوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين وما كانوا عليه من القصد والدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعهم من توحيد رب العالمين. وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك والخلق والتأثير والتدبير. وهذه عادة القرآن دائما يعرج على هذه الحجة، لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصود. فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة بعد هذا تبقى للماحل المغرور. واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب ما يقصده المشرك ويريده، بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه وهلاكه في الدنيا والآخرة. قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما يأمر به، ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ومن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة. وأيضا فليس كل سبب مباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن. والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد السبب للاستقلال، وعباد الكواكب وأصحاب النيرنجيات ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب ووسائل نافعة ويظنونها كالأسباب العادية، وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده وتحصيل نصيب مما يفيد على روح ذلك المزور، كما ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكب والأنفس المفارقة. وقد قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. فصلا. قال العراقي: ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وقوله لآصف: وقد طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فنقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم، ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقصة آصف من أدلة التوحيد، وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته وكرر ذلك في دعائه، وقد قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، فهو طالب من الله راغب إليه سائل له، وسليمان عليه السلام آمر ليس بسائل ولا طالب. وفرق بين الأمر والمسألة، ومن لم يفرق بين الأمرين لم يدر حكم المسألتين، فليرجع إلى وراء وليقتبس نورا من كلام أئمة العلم والهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب:
لا تنسنا يا أخي لصالح دعائك. وهذا من جنس الأسباب العادية، فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له، لا يكون هو الفاعل للاستجابة، وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل، وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع. فالآية من أدلة التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه. فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده، ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان أفضل منه لنبوته. وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون، بل ربما صار حصول مقصودهم ونيل مطلوبهم على يد من هو دونهم من المؤمنين. وإن أعظم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله لعبادته ودعائه وحده لا شريك له كما فعل آصف. وفيها براءة أولياء الله من الحول والقوة كما دلت عليه القصة، فإنه توضأ وصلى ودعا فقال في دعائه: يا ذا الجلال والإكرام، قاله مجاهد. وقال الزيادي: يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها. فأي شبهة تبقى مع هذا، وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى؟ ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب، حاصله أن السبب لا يفعل وأن الله هو الفاعل. ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوغ إذا اعتقد أن الله هو الفاعل. وقد مر رد هذا وتقرير جهل قائله ومفارقته لما عليه أهل الإسلام. وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له، وإفراده بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة، ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. آمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا ظاهر بحمد الله، وإن خفي على خفافيش البصائر الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق، فهانوا من الجهل والضلال في كل فج عميق، مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر وتقدمهم في المجالس والمحاضر. لا عيب في القوم من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير. فصل. قال العراقي: فعند أهل السنة أفعال العبد مخلوقة لله، وعند المعتزلة أن المخلوق خالق لأفعاله، ومع هذا فأهل السنة لا يكفرونهم. انتهى. قلت: يريد العراقي أن مسألة الأموات والغائبين ودعاءهم في الحوائج والشدائد مبنية على هذه المسألة، وأن أهل السنة يثبتون ذلك لمن اعتقد أن الله خالق أفعال العباد، وأن من أنكر دعاء الصالحين ونداءهم فهو من المعتزلة، لأن إنكاره مبني على اعتقاده أن العبد خالق لأفعال نفسه. والجواب أن يقال: أما هذه المسألة، أعني خلق أفعال العباد، فأهل السنة قائلون بها لدلالة الكتاب والسنة والأدلة العقلية والنقلية. قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقد انعقد الإجماع على هذا، ثم حدث قول قدرية النفات في أواخر عصر الصحابة، وأول من اشتهر عنه ذلك غيلان القدري ومعبد الجهني. فأما غيلان فكان في زمن هشام بن عبد الملك، فناظره الأوزاعي إمام أهل الشام في زمانه وألزمه الحجة وحكم بكفره وقتله هشام. ومعبد الجهني قتله الحجاج بن يوسف، وأكثر السلف يكفرونه بهذه المقالة كما هو معروف في محله. وقد قال الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروا كفروا. وقد حكى الإجماع على كفر من أنكر العلم شمس الدين بن قيم الجوزية: وناهيك به علما واطلاعا،
ونسبته عدم التكفير إلى أهل السنة كذب جره عدم الحياء. ثم أي حجة في هذا على أن الأولياء والصالحين يدعون بما لا يقدر عليه إلا الله؟ فمسألة خلق الأفعال لا تلازم بينها وبين دعاء الأولياء والصالحين بوجه ما، وإنما أتى هذا من جهة ظنه أن من قال بأن الله يخلق أفعال العباد يباح له دعاء الصالحين، ومن قال إن العبد يخلق أفعال نفسه يحرم عليه ذلك. هذا ظن الأحمق لم يفرق بين مذهب المعتزلة والقدرية ودين المشركين من العرب والصابئين. ويذكر أن بعض الأغبياء شكى رجلا إلى أمير من الأمراء فقال: إنه مرجئ خارجي رافضي ناصبي يسب معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي: لا أدري على أي شيء أحسدك، على علمك بالمقالات أو على معرفتك بالأنساب؟ قال العراقي: وكان أحمد يصلي خلفهم وكل السلف. والجواب أن يقال: سبحان الله، ما أقبح الوقاحة والجراءة والتمادي في الكذب على الله وعلى أولي العلم من خلقه. ما صلى الإمام أحمد خلف قدري قط، بل أفتى بعض أهل الحديث بمجلسه أنه لا يصلى خلفهم فاستحسنه واستصوبه. والمعروف من مذهبه أن الصلاة لا تصح خلف فاسق باعتقاده أو فعله. وقد كذب هذا بانتسابه إليه والحكم عليه بالصلاة خلف القدرية، وأكثر أهل السنة لا يرون الصلاة خلفهم كما ذكره صاحب كشف الغمة. وبعض العلماء يقول: مسألة صلاة الجمعة والجماعة مبنية على مسألة القول بالتكفير وعدمه، ويرى الصلاة خلف من لم يكفر ببدعته إذا احتج إلى ذلك. فما حكاه هذا عن أهل السنة كذب لا مرية فيه، والصواب التفصيل عند بعضهم والمنع مطلقا عند آخرين. فصل. قال العراقي: وهذا من باب الكرامة، وتكلم في إثبات الكرامة وأنها تكون بعد الموت، وسدل بقوله تعالى عن الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومراد العراقي أن دعاء الصالحين والاستشفاء بهم وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله منهم من جنس الكرامة المثبتة لهم التي أثبتها أهل السنة. وهذه طامة عظيمة وغاية في الجهالة والسفاهة، بل هي من جنس احتجاج النصارى على دعاء المسيح وأمه وعبادتهما. ظنوا أن ما حصل للمسيح ولأمه عليهما السلام من الكرامات والمعجزات يبيح لهم دعاءهما وعبادتهما. وإذا خاطبت النصراني سرد عليك من المعجزات والكرامات التي أعطيها المسيح واحتج بها على دعواه. وعباد القبور يحتجون في هذا الباب بما لم يثبت وما ثبت، فأكثره دون ما أعطيه المسيح، ومع ذلك فالاحتجاج به على دعائهم من جنس حجج النصارى لا يدل على المدعى، بل غايته أن يدل على علو الدرجة وصدق الرسالة أو ثبوت الولاية إذا اقترن به عمل صالح. وأما الاستدلال بذلك على أنه يدعى ويرجى ويشفع وينفع، فهذا من دين النصارى والصابئة وعباد الأصنام. وهذه الشبهة هي التي أوقعت في الشرك جمهور المشركين، فإن أصل عبادة الأصنام هو التعلق على الصالحين وتصوير صورهم وتماثيلهم، بل عباد الكواكب دعاهم إلى عبادتها ما أودع الله فيها من الحكم والمنافع التي ظهرت آثارها في هذا العالم كما يعرفه من عرف مذاهب القوم. وطرد الدليل الذي استدل به العراقي أن يقال بدعاء كل ذي كرامة ومزية إذا اعتقد أن الفاعل هو الله، ولا يتوجه الإنكار على النصارى في قولهم: يا عيسى افعل كذا، يا روح القدس اعطني كذا، يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، لأنه من أولي العزم ومن أكابر أهل الكرامات. والمسلم إذا تصور هذا ظهر له ما فيه من الجهل والضلال بمجرد الفطرة ومعرفة الإسلام. وأما من رزق الفهم فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ووفق للاستدلال بآيات الله ومخلوقاته التي نصبها شاهدة ودالة على توحيده في ربوبيته وإلهيته، فذلك أكمل إيمانا
وأتم علما وإيقانا. يرى كفر من تعلق على غير الله ودعاه فيما يختص بالله من أوضح الواضحات وأبيم البينات. قال الله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. استدل بعموم قدرته وإيجاده وإحياه الموتى على وجوب توليه بعبادته وحده لا شريك له، والقرآن والسنة يدلان على هذا ويقررانه بأنواع الدلالات وألطف التقريرات. والآية التي استدل بها ليس فيها ما يدل على دعواه، بل فيها ما يبطلها ويدحضها، فإن أول الآية نص على وجوب التوحيد وإفراد الله بالعبادة والاستقامة على ذلك بالتزام حقوقه وواجباته، وتنزل الملائكة ومخاطبتهم للمؤمن بهذا الخطاب وتوليهم له لا يدل على أنه يفعل ويشفع، وإنما يدل على كرامته وعلو درجته ونيل مشتهاه ومدعاه في دار الكرامة. فأين في هذا ما يدل على أنه يدعى في حياته أو بعد مماته؟ وفي الحديث: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: بغير علم. وهذا الجاهل يتخبط في الاستدلال بآيات الله ويحملها على غير محملها ويتأولها على غير تأويلها، بل على نقيضه وضده، فسبحان من طبع على قلبه. وقد استدل بعض من يدعي العلم على مسألة تصرف الأولياء وأنهم يدعون بقوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال بعض عوام المسلمين: إن كانت القراءة يرزقون بفتح الياء فذاك متجه، وإلا فالآية حجة عليك. قال في الفتاوى البزازية من كتب الحنفية: قال علماؤنا: من قال أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر، انتهى. فإن أراد علماء الشريعة فهو حكاية للإجماع، والإجماع على هذا يعلم بالضرورة من دين الإسلام، وهذا أحد الطرق التي يعرف بها الإجماع. وقال الشيخ صنع الله الحنفي في رسالته في الرد على من زعم أن الأولياء يدعون ويتصرفون على أن ذلك كرامة، قال: وهذا كلام فيه تفريط وإفراط، بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة عقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. والمقصود أنه حكى إجماع الأمة على كفر من زعم ذلك. فاصبر. واستدل العراقي على دعاء الصالحين وندائهم الحوائج بقوله تعالى: فالمدبرات أمرا. وذكر عن البيضاوي أنها أرواح الموتى. الجواب أن يقال: قد حكى البيضاوي أقوالا على هذه الآية، وقدم أنها الملائكة، وحكى أنها النجوم، وحكى أنها خيل الغزاة، وحكى أنها أنفس الغزاة. وعلى زعم هذا وطرد دليله، كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة. والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله، بل ذكر في تفسيره مواضع يعز استقصاؤها في المنع عن ذلك وتحريمه. ثم هذا القول الذي قاله العراقي رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، وهذا حقيقة دين الصابئة. أوقع العراقي فيه ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركا إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله، وهذا الشرط هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويز عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة. وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين، مع أن الله تعالى وضحها في كتابه توضيحا كافيا شافيا، وقد تقدم بعض ذلك قريبا. والشرك جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة، كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك والطاعة ونحو ذلك من العبادات. فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه. ولو اشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. والعجب كل العجب
أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله وتعبدون بتلاوته، ربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين وما حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وانقرضوا لم يعقبوا وارثا. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين: هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم. وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة. ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا قول لا يلتفت إليه ولا يعول في الدليل عليه، لأنه صدر عما لا يرضى ولا يؤتم به في هذا الشأن ولا يقتدى، ولم يقله أحد من أئمة التفسير والهدى، بل قد صرحوا بخلافه كما يعرفه أولو الأحلام والنهى، ونبهوا على أن أصل الشرك هو سؤال أرواح الموتى. والبيضاوي وأمثاله إنما يؤخذ عنهم ما شهدت له الأدلة الشرعية وجرى على القوانين المرضية التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ذهاب الإسلام من ثلاثة: زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال، وإلا فأين العنقاء لتطلب وأين الصمندل ليجلب. وأهل التحقيق من المفسرين على أن المراد بهذه الآية هم الملائكة، فإسناد التدبير إليهم كإسناد النزع والنشط والتقسيم والزجر، كما في قوله تعالى: فالمقسمات أمرا، وقوله: فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. وليس في هذه الآيات الكلمات ما يدل على دعاء الملائكة وعبادتهم، فإنهم رسل مأمورون مدبرون، كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشرى لا يدل على دعائه ولا يقتضيه، فكذلك الملائكة لأنهم رسل بالأوامر الكونية والشرعية، والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده، وهو من أدلة توحيده وإلهيته وصرف الوجوه إليه والإعراض عما سواه. قال تعالى في حق الملائكة: وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، إلى قوله: كذلك يجزي الظالمين. وقال في شأن جبريل وغيره من الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، وما كان ربك نسيا. فتأمل ما في هذا القول من كمال العبودية ومتابعة الأمر والبراءة من الملكة والحول والقوة والاعتراف له تعالى بذلك. فاستدل بعموم الربوبية ثم قال تعالى: وما كان ربك نسيا، ثناء عليه تعالى بإثبات العلم ونفي ما يضاده أو ينافي كماله. قال تعالى في حق المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، الآية. والمقصود أن تسخير الملائكة وتدبيرها وإرسالها من أدلة إلهيته تعالى واستحقاقه لن يعبد وحده لا شريك له. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة: دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. ومن العجب أن هذا العراقي زعم أن للأرواح تدبيرا وتأثيرا في العالم، مستدلا بعبارة رآها في كتاب الروح، وهذا غلط فاحش وخطأ واضح. فإن ما ذكره العلامة ابن القيم ليس فيه أنها تدبر وتتصرف وتجيب من دعاها، وليس فيها إلا مجرد الحكاية أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قد رآها بعض الناس عند القتال، وأنها هزمت أهل الشرك، وليس فيه أنها تدبر وتتصرف. وهذه الرؤية والقضية الجزئية
لا دلالة فيها على ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه. وأبلغ من هذا قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فانظر هذه الآية الكريمة وما فيها من قطع التعلق والالتفات إلى غير الله، مع أن المدد بالملائكة وقتالهم مشهود محسوس متواتر. ولو قال إنسان بجواز دعاء الملائكة وطلب ذلك منهم والاستغاثة بهم عند الشدائد والحرب لكان ذلك كفرا ورجوعا إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة. ومن نظر في كلام هذا الرجل عرف أنه أجنبي عن العلم، لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وكيف كان الشرك في الأمم. وإلا فأي تلازم بين ما ذكره وما أخبر الله به عن مدده بالملائكة وبين دعائهم والاستغاثة بهم والاستعانة والإنابة في كشف الشدائد والمهمات. والرجل وجد مادة وكتبا شتتت فهمه وحيرت عقله، أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا عمى وجهلا، فأضاف إلى ذلك الجرأة في الكذب على الله وعلى رسوله وعلى أولي العلم من خلقه، كما كذب على الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن قيم الجوزية، وزعم أنهما قالا: الأرواح تدبر وتتصرف بعد الموت. والشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة والصابئة. قال رحمه الله: من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاها، هذا يشبه بقول من يقول: الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيرهم. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال أيضا رحمه الله في الكلام على رؤساء المتكلمين: وقد رأيت في مصنفاتهم في عبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة أنفس الملائكة وغيرهم ما هو أصل الشرك. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله في مدارجه: ومن أنواعه أي الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن من استغاث به أو سأله أن يشفع به عند الله. فصل. قال العراقي في استدلالاته: على أن أرواح الصالحين تدعى وتدبر، ومن الآيات التي تدل على ذلك قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. وقال المفسرون منهم البغوي: رأى يعقوب عاضا على أنملته يقول إياك وإياها فلم يفعل، فكان يوسف في مصر ويعقوب في الشام، فهذا نوع من الكرامة وهي سبب والقدرة لله. قلت: يريد العراقي أن مثل هذا يدل على جواز دعاء الصالحين وندائهم بالحوائج في الغيبة وبعد الممات، لأن هذا كرامة والكرامة يدعى صاحبها وينادى. والجواب أن يقال: عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالدعاء والطلب فيما لا يقدر عليه إلا هو دلت على وجوبها الكتب السماوية، واتفقت عليها الدعوة الرسالية وهي أصل الدين وقاعدته لا يعتريها نسخ ولا تخصيص. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وقال تعالى: أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فتأمل هذه الآيات ونظائرها
وانظر ما دلت عليه من اختصاصه تعالى بالخلق والرزق اللذين هما أصل المخلوقات وقوامها، وانظر كيف استدل بهذا على وجوب عبادته وطاعته والإيمان به. وهل يعارض هذا الأصل بمثل هذه الأوهام الضالة من شم رائحة العلم ودرى ما الناس فيه من أمر دينهم؟ فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذا لو سلم أن الكرامات سبب، وأن هذا المثال فيه إثبات الكرامة، فكيف والأمر بخلاف ذلك بإجماع أهل العلم؟ والمقدمتان كاذبتان، لأن الكرامة فعل الله تعالى لا فعل للولي فيها، ولا قدرة له عليها ولا تأثير. وكل من يذكر تعريف الكرامة وحدها يقول هي خرق الله العادة لوليه لحكمة ومصلحة تعود عليه أو على غيره، وعلى هذا التعريف لا فعل للولي فيها ولا إرادة، فمن أين يؤخذ أنها سبب يقتضي دعاء من قامت به أو فعلت له؟ ومن أي وجه دلت الكرامة على هذا؟ وأفضل الناس الرسل، والملائكة من أفضل خلق الله، ولهم من المعجزات والكرامات والمقامات ما ليس لغيرهم. قد جاء عيسى بن مريم بما هو من أفضل المعجزات والكرامات، يخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئهم من الغيب ما يأكلون وما يدخرون. وقد أنكر تعالى على من قصده ودعاه في حاجاته وملماته، وأخبر أن فاعل ذلك كافر بربه ضال بعبادة غيره. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية، والأرباب هم المعبودون المدعوون، وسيأتي تحقيق هذا. وقال تعالى في من عبد المسيح قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، وسيأتيك أن الدعاء والنداء بما لا يقدر عليه إلا الله داخل في مسمى العبادة، فتنبه. فأخبر تعالى عن المسيح أنه لا يملك لمن دعاه نفعا ولا ضرا وإن قل، كما يفيده التنكير، وأبطل عبادته وأنكرها أشد الإنكار، ومعجزاته أوضح من الشمس وسط النهار. وقد تقدم أن هذه الشبهة هي التي تعلق بها النصارى في دعائه ودعاء أمه. ثم اعلم أن الآية ليس فيها ما يدل على كرامة يعقوب عليه السلام إلا حفظه في عقبه وصيانة ولده، فإن الله يحفظ الرجل الصالح في نفسه وأهله وولده، كما في حديث ابن عباس احفظ الله يحفظك. وليس ذلك من جهة المثال وتخصيصه، فإن هذا لا يفيد الكرامة ولا يفهمها. وقد تمثل جبريل في صورة دحية الكلبي، وكثيرا ما يتمثل الملك في صورة البشر، والذي رآه يوسف هو المثال لا نفس يعقوب وذاته كما فهمها الغبي، فإن هذا لا يدل عليه كلامهم أصلا. وكرامات يعقوب عليه السلام أجل من ذلك وأعظم. وقد يمثل الإنسان من يحب ويأنس به، أو من يجله ويهابه لمصلحة تعود عليه لا على نفس صاحب المثال. ولذلك نظائر وأشباه في اليقظة والمنام يعرفها أولو العلم والأفهام. تنبيه: ليست الكرامة من لوازم المنزلة وعلو الدرجة. مشى قوم فوق البحار ومات عطشا من هو أفضل منهم وأقوى إيمانا. وقد كثرت في القرن الثاني والثالث وفي القرن الأول من هو أفضل وأجل ممن وقعت له هذه الخوارق، وبسط هذا له محل، والقصد إبطال كلام هذا الضال، ويقال له أكثر المفسرين على غير هذا. فمنهم من قال إن هم يوسف من جنس الخطرات والواردات التي لا تستقر وليست بعزم، فتركها والإعراض عنها حسنة، كما دل عليه حديث إذا هم العبد بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة. ومنهم من قال البرهان المشار إليه
وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا رأى الآية مكتوبة في السقف، ومنهم من قال رأى ثلاث آيات هي البرهان، ومنهم من قال لم يهم يوسف بسوء لوجوب عصمته حتى قبل النبوة، وقوله هم بها لولا أن رأى برهان ربه معلق على عدم الرؤية، وقد ثبتت فلا هم نقول ملك زيد لولا عمر. وهذا معنى ما قال بعضهم في الكلام تقديم وتأخير، والتقدير لولا أن رأى برهان ربه هم بها، وهذا يذهب إليه من يقول بعصمة الأنبياء قبل النبوة، وهو الراجح عند من اعتمد أقوالهم هذا العراقي فيما وصل إلينا في علم الغيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خالفهم ظنا منه أن إثبات الكرامة يقتضي إباحة الدعاء مع الله. قال بعض السلف أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. ومن العجب أنه يكرر في هذه الرسالة سلوني سلوني إن أشكل عليكم شيء، وعندي من النسخ وعندي كذا وكذا، ويطري نفسه إطراء لا يصدر عمن له دين وعقل أو دراية بشيء من الآداب والنقل، حتى أنشد في مدح نفسه قول الشاعر سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. وما أحسن ما قيل إني سألت ولكن لم أجد أحدا، ثنى عليك ومدح النفس تضليل. ومثل هذا لا يحسن ممن له علم وفضل أو أدب ينتفع به وعقل، فكيف بمن لم يعلم حقيقة الإسلام ولم يعرف منه ما عرفه آحاد العوام. وقد اعترض بعض الجهال على شيخ الإسلام في بعض تقاريره فأخطأ الإصابة ولم يتأدب بحضرة تلك العصابة، وقال له الشيخ لا أدب ولا فضيلة، وأن لمثل هذا بالفضل والأدب، وقد عدم العلم الذي هو أصل الفضائل والرتب. فقر الجهول بلا علم ولا أدب، فقر الحمار بلا رأس ولا رسن. وهذه الدعوة الكاذبة يمكن كل أحد أن يدعيها، ولكن هيهات هيهات، قد حيل بين النفوس الجاهلة وبين أمانيها، لقول أصدق الورى ومن لا ينطق عن الهوى لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم الحديث. والله يعلم أني ما رأيت لهذا إصابة قط فيما يدعيه وينفرد به، حتى أنه قال في بدء رسالته وخطبته في وصف الأرواح فما تعارف منها في الأزل ائتلف، فزاد في الحديث قوله في الأزل، وهي زيادة تدل على جهله وكثافة فهمه، فإن الأزل لا وجود للأرواح فيه فضلا عن أن تتعارف، لأنه اسم لما قبل إيجاد المخلوقات. فصل. قال وقد أجمع الحنابلة وغيرهم على طلب الشفاعة من الرسول بعد موته عند زيارته. والجواب أن يقال هذه دعوة عريضة كبيرة لا تصدر إلا عن اطلاع كلي وإحاطة تامة بأقوال أهل العلم، أو عن وقاحة كلية وتهور في الكذب وإغال في الافتراء. ومن المعلوم ضرورة عند من نظر في كلام هذا من أهل العلم إنه ليس من القسم الأول، بل هو ممن يجهل الضروريات الإسلامية والبديهيات الإيمانية اليقينية مما لا يخفى على عامة المسلمين، فكيف له بمعرفة الإجماع في هذه المسألة. والمدعي يطالب بتصحيح دعواه، ولكن نتنزل مع هذا ونكتفي منه بتصحيح ذلك عن واحد فقط ممن يحتج به من أئمة العلم والفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعدهم من التابعين وتابع التابعين أو الأئمة الأربعة أو أصحاب الوجوه والترجيحات في مذاهبهم. وأما من لا يحتج به من الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فهؤلاء ليسوا بحجة ولا يرجع إليهم بالاتفاق والآثار، والأحاديث دلت على عيبهم وذمهم بما أحدثوه في دين الله من الأقوال والأفعال، كما في حديث العرباض بن سارية وغيره من الأحاديث.
وما علمت أحدا من أهل العلم وأئمة الفتوى قال هذا لا قال هذا لا من الصحابة ولا من غيرهم. بل حكى الشيخ الإمام أحمد بن عبد الحليم الإجماع على المنع من دعائه صلى الله عليه وسلم والطلب منه، وقرر أن هذا من شعب الشرك الظاهرة، وسيأتيك بسط كلامه. وذكر الحنابلة كصاحب الفروع والإقناع وغيرهم حتى أصحاب المختصرات أن المسلم عند القبر لا يستقبله عند الدعاء ولا يدعو الله عنده، وهذا منهم صيانة للتوحيد. وأبو حنيفة قال لا يستقبله عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم بل يستقبل القبلة، حكاه شيخ الإسلام. وقد كره مالك للرجل أن يدعو عند القبر الشريف على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وذكر أنه يستقبل القبلة عند الدعاء كما ذكره في المبسوط وغيره من كتب المالكية. وفي منسك الإمام أحمد مثل هذا، بل كرهوا للرجل من أهل المدينة أن يأتي القبر الشريف كلما دخل المسجد، لأنه محدث لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وأما من قدم من سفر أو أراده من أهل المدينة فرخصوا له في إتيان القبر الشريف للسلام، لأن ابن عمر كان يفعله. قال ابن أخيه عبيد الله بن عمر بن عاصم لم يفعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر. وعبيد الله المصفر من أفضل آل عمر ومن أعيان وقته ثقة وزهدا وعلما. وأما دعاؤه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فهم مجمعون على المنع منه. ولم ينقل عن أحد من أئمة المسلمين، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ما يقتضي الجواز والإباحة. قال شيخ الإسلام أبو العباس رحمه الله والطلب من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وفي مغيبة ليس مشروعا قط، ولكن كثيرا من الناس يدعون الموتى والغائبين من الشيوخ وغيرهم فتتمثل له الشياطين وتقضي بعض مآربه لتضله عن سبيل الله، كما تفعل الشياطين بعباد الأصنام وعباد الشمس والقمر، تخاطبهم وتتراءى لهم، وهذا كثير يوجد في زماننا وغير زماننا. انتهى. وقال الشيخ رحمه الله وكان الصحابة والتابعون لما كانت الحجرة النبوية منفصلة عن المسجد إلى زمن الوليد بن عبد الملك لا يدخل أحد إليها لا لصلاة هناك ولا لتمسح بالقبر ولا دعاء هناك، بل هذا جميعا إنما يفعل بالمسجد. وكان السلف إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا الدعاء دعوا مستقبل القبلة ولم يستقبل القبر. وأما وقوف المسلم عليه فقال أبو حنيفة ليستقبل القبلة أيضا ولا يستقبل القبر. وقال أكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام عليه خاصة، ولم يقل أحد من الأئمة أنه يستقبل القبر عند الدعاء، أي الدعاء الذي يقصده بنفسه، إلا في حكاية مكتوبة تروى عن مالك ومذهبه بخلافها. واتفق الأئمة على أنه لا يمس قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقبل، وهذا كله محافظة على التوحيد، فإن من أصول الشرك بالله اتخاذ القبور مساجد. قالت طائفة من السلف في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الآية هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وقد ذكر بعض هذا البخاري في صحيحه لما ذكر قول ابن عباس، وذكره ابن جرير وغيره عن غير واحد من السلف، وذكره وثيمة وغيره في قصص الأنبياء من عدة طرق. انتهى. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي من أكابر الحنابلة وعلمائهم والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطلب منه ما يطلب منه في حياته،
ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفارا. وقال أيضا: والحكاية التي تنسب إلى مالك مع أبي جعفر المنصور كذب عند أهل المعرفة بالنقل والتصحيح. انتهى. ومذهب مالك رحمه الله المعروف عند أصحابه يخالف هذه الحكاية المكذوبة ويردها. قال القاضي عياض: قال مالك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، ولكن يسلم ويمضي. وقال القاضي إسماعيل في المبسوط: قال مالك: لا أرى أن يقف الرجل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو، ولكن يسلم على النبي وعلى أبي بكر وعمر ثم يمضي. ولما نقل ابن وهب عن مالك أنه يدعو النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر حمله أكابر أصحابه على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عبد البر يقول لفظا لرواية على ما ذكره ابن القاسم والقعنبي وغيرهما: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لفظ مالك. وقال بعض المالكية: المراد بالدعاء السلام، بدليل أنه ذكر في رواية ابن وهب نفسه يقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. وقد تقدم مذهب الحنابلة وأبي حنيفة. وإذا كان هذا ممنوعا مع أنه دعاء الله، فما ظنك بدعاء الرسول نفسه وطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم؟ فالأول منع لأنه وسيلة وذريعة إلى هذا المحذور الذي هو سؤال غير الله وقصده في الحاجات، ولم يكن في عهد السلف شيء من هذا، وإنما حدث أوائله ومباديه بعد القرون المفضلة. وأنكرها أهل العلم والإيمان محافظة منهم على السنة، وحماية لجانب التوحيد، وطاعة لله ورسوله، وسدا لذرائع الشرك ووسائله. وقد روى الضياء في المختارة عن الحسن بن الحسن أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك. قال: ألا أخبركم بحديث سمعته من أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وروى أيضا عن علي بن الحسين زين العابدين، وهذان الإمامان هما أفضل أهل البيت في زمانهما. وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة في سنن أبي داود بلفظ: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا قبري عيدا. الحديث. فانظر هذه السنة المأخوذة عن أقرب الناس من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا ودارا، وتأمل ما دلت عليه من الحكم والفوائد، من ذلك نهيه عن اتخاذ قبره عيدا، والعيد ما يعتاد مجيئه في وقت مخصوص. وتأمل حكمة ذلك ومقصوده وما فهمه السلف من النهي عن التردد إلى القبر الشريف كلما دخل المسجد، وفيه أن الصلاة والسلام يبلغه وإن بعد المسلم، وفيه أن الذي يجب له صلى الله عليه وسلم من التوقير والتكريم والصلاة والتسليم مطلوب في كل مكان وعلى أي حال، وذلك أكمل وأعم ممن يعتاد ذلك عند مجيئه إلى القبر أو يزيد بالغلو والإطراع، فإذا بعد عنه فهو من أشد الناس معصية وجفاء. وفيه حماية أصل الدين وقاعدته بصرف الوجوه إلى الله وإنابة القلوب إليه واعتمادها عليه. ورعاية هذا الأصل من أهم أصول الشريعة ومدارك الأحكام. وسؤال المخلوق وصرف الوجه إليه بالمسألة والطلب في الأمور الكلية العامة يعود على هذا الأصل بالهدم والقلع. فمن عرف هذا حق المعرفة ونظر في أدلته وأصوله تبين له علم السلف ودقة نظرهم وحسن سياستهم للناس بما يصلح دينهم ودنياهم. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. وذكر أبو بكر الإمام الأثرم وغيره من أئمة الحنابلة أن العلة في ذلك كون الصلاة ونحوها من العبادات عند القبور وسيلة وذريعة إلى تعظيم أربابها بما لم يشرع من الغلو والدعاء
وعبادتها مع الله. فكيف والحالة هذه يقال بجواز طلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن ذلك مجمع عليه كما زعمه هذا المفتري الجاهل بالله تعالى ومعرفة حقه وحق رسوله؟ فنعوذ بالله من الخذلان. والعلم يدخل كل قلب موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقن اللهم بالخذلان. فصل. قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذه الآية صحيحة، ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب، وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية؟ إن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة، فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف. نعم، ذكر الشيخ تقي الدين وقال: إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة، لا من باب الحكم على المسلم بالردة، فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة. قال تعالى: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. أيقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاهم؟ انتهى كلامه. وإنما سقناه بحروفه ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام وما اختصه به من الكرامة ورفع المقام، وليعتبر بما يراه من حال هؤلاء الضالين كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال حجبهم بها عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده، وعن معرفة رسله ومعرفة حقهم وما يجب لهم وما يستحيل. وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل، وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. فإن حاصل ما قرره هنا أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها، وأن العبادة هي السجود فقط، مع اعتقاد أنها أرباب، وهي الأصنام والأخشاب والأحجار لا تملك شيئا، وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادة، وإن لم يذكر قط كون النداء عبادة. وما ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والإشارة، وله أكثر من 100 عبارة تنفي كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة. ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم، هذا حاصل كلامه. فيا ويحه، ما أكبر زلته، وما أغلظ كفره، وما أشد عداوته لما جاءت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم. وهذا النوع هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان، ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء، وهم من أجهل من تحت أديم السماء. يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه ومن له إلا هي. وفي كلام هذا من الكذب على الله والكذب على رسوله وعلى أولي العلم من ورثته، والقول عليه بغير علم، وتحريف الكلمة عن مواضعه، والكذب على اللغة والشرع ما يعز استيفاء الكلام عليه واستقصاؤه. من فضلك تابع بقية المادة. فقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير من دعا الأنبياء والصالحين كذب على الرسول، ونسبة ما لا يليق بآحاد المؤمنين إليه. وهل وقعت الخصومة وجرد السيف ودعا من دعا من أهل الكتاب إلى المباهلة وأمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين ودعائهم؟
وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على صورته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين؟ والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته كقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ونحوها من الآيات كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه. فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله واقعة على كل مدعو ومعبود نبيا أو ملكا أو صالحا إنسيا أو جنيا حجرا أو شجرا متناولة لذلك بأصل الوضع، فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد وهي واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، وهي أبلغ وأدل وأشمل من الأعلام الشخصية والجنسية. وهذا هو الوجه في إثارها على الأعلام، وشرط الصلة أن تكون معهودة عند المخاطب، تقول جاء الذي قام أبوه لمن يعهد قيام الأب ويجهل النسبة بينه وبين من جاء. والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم وملماتهم، كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكما جرى للعرب في عبادة الملائكة. واللات وهو رجل صالح كان يلت السويق للحاج، وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير، فإن العربي سليم الذوق والفطرة يعرف بعربيته وفطرته. وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب من العبارات والتقريرات ويفهمها الذكي. ومن خص الأصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع أنها عبدت باعتبار من هي على صورته، وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره، وذكره غيره من أهل العلم، وقد كذب هذا عليهم ونسبهم إلى الجهل كما كذب على الله ورسوله، قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأيضا فقد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإن نازع هذا في عموم النفي فهو على مذهب من قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، وإن سلم العموم وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء فقد خرج عن المعقول والمنقول، وتى بجهالة حمقى خرج بها عما قاله جميع أئمة العلم والهدى. وقوله تعالى عن نبيه يوسف يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هي من هذا الباب، فإن تفرق الآلهة والأرباب يصدق بعبادة الأنبياء والصالحين. ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا ممن يعرف الضروريات التي يعرفها الحمقى، هذا لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة نصوص خاصة. وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء، قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق، وليس هذا من المشترك ولا من المتواطئ، بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية. وبهذا يستبين لك خطأ العراقي في قوله على أنها أرباب، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا. وقال تعالى في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله وغلا في الأنبياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بطاعتهم في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى.
وقال تعالى في من عبد الصالحين: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وهذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسرها بذلك غير واحد من السلف، ويدل عليه قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، كما يفيده النكرة في سياق النفي، فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآية. نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة، وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال. ونفى أن يكون لهم فيهما شرك ولو قل كما يفيده قوله من شرك، فإنه يفيد استغراق النفي. ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره، وإذا بطل الملك والشركة والمعاونة لم يبق سوى الشفاعة، فنفاها بقوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها. وقد دل القرآن على نفيها في مواضع، والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون. وحقيقتها أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود منها إذنه تعالى للشافع، ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله وإسلامها له، وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة. ولذلك يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده. وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، الآية. هامش. وقال الإمام العلامة الألوسي في تفسيره روح المعاني عند قوله تعالى في سورة يونس: دعوا الله مخلصين له الدين ما بعضه وأيما كان، فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحالة. وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا تراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع، منهم من يدعو الخضر وإلياس، ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس، ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة، ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة، ولا ترى فيهم أحدا إلا القليل يخص مولاه بتضرعه ودعاه، ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال. فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا، وأي الداعين أقوى مقيلا، وإلى الله سبحانه المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وغرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغاثة بغير الله تعالى للنجاة ذريعة، وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف
وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف انتهى. ومثل هذا في كتاب الغنية للكيلاني، وفي الإحياء للغزالي، والعقد الثمين للعلامة الشيخ علي السويدي البغدادي، وغيرها من كتب الأئمة، فراجعها إن شئت. الفقير أحمد شهاب الدين. انتهى الهامش. وقال تعالى في شأن المسيح: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فتأمل ما فيها من العلوم إن كنت من ذوي الألباب والفهوم، منها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه، وفيها براءة أولياء الله ممن أشرك بهم، وفيها أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله وحده، وفيها برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة، وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد، وأن العبد المربوب ولو علت درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم. الآية. والقرآن كله يدل على هذا، ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات، وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة ما لا يتأتى معه التخصيص، وأن ما تقدم من الآيات دال على ذلك بعض مفهوم من أوردها في المنع من دعاء الصالحين. فصل. وقول العراقي: هذه الآية صحيحة لكن الفهم باطل، مما يدل على جهله المركب وكثافة فهمه، فإن القرآن أغنى وأعلى وأجل وأعظم من أن يعبر عنه بهذه العبارة أو يقسم إلى صحيح وغيره، وإنما تستعمل هذه العبارة فيما يقبل القسمة من الأحاديث، لأنها تنقسم إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع، ولا يصحح إلا من يضعف، ولا يحسن إلا من يقبح. وقد أنكر أبو حنيفة على رجل صار يحسن ما يسمع منه من الروايات، وزجره عن ذلك وقال: إنما يحسن من يقبح. هذا في السنة ونحوها، فكيف بالقرآن الذي هو كله حق وهدى تنزيل من حكيم حميد. وقوله: إن الدعاء هو السجود في هذه الآية، وأن نداء الصالحين ليس بعبادة إلى آخر عبارته، فهذا الكلام نشأ عن جهله باللغة والشرع وما جاءت به الأنبياء، فإن العبادة تتضمن غاية الخضوع والذل، ومنه طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، هذا أصلها في اللغة. وأما في الشرع فهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، قاله شيخ الإسلام. وقال بعضهم: هي ما أمر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا إطراء عرفي. وقال بعضهم: هي فعل ما أمر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله ابتغاء وجه الله والدار الآخرة. فدخل في هذه التعاريف والحدود جميع أنواع العبادات، فلا يقصد بها غير الله ولا تصرف لسواه. وهذا الغبي لم يعرف من أفرادها غير السجود ودعاء المسألة من أفضل أنواعها وأجلها، كما في حديث النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. والحصر يقتضي الاختصاص الادعائي والتمييز على سائر العبادات. قال بعض الشراح: هو كقوله الحج عرفة، أي ركن العبادة الأعظم هو الدعاء. وفي حديث أنس: الدعاء مخ العبادة، ومخ الشيء خالصه ولبه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء
سلاح المؤمن وعماد الدين، والعماد والعمود ما يقوم به الشيء ويعتمد عليه، جعله عمادا لأنه لا يقوم إلا به. وأنت ترى كل العبادات الباطنة والظاهرة دالة على الطلب، والمسألة على اختلاف المطلوب والمسؤول. وكان هذا هو الوجه في التعبير بالدعاء دون العبادة في أكثر موارد القرآن والسنة. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وقد سئل ابن عيينة عن معناه فأنشد قول أمية في عبد الله بن جدعان: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن نشيمتك الحياء. قال في القاموس: الدعاء هو الرغبة إلى الله، انتهى. وقال الحسين بن محمد النعمي: الدعاء في الأصل موضوع لأن يكون من فقير عاجز خاضع لغني قادر عزيز قاهر، انتهى. والدعاء يرد في الكتاب والسنة بمعنى الطلب والمسألة بامتثال الأمر واجتناب النهي، ويرد بمعنى المسألة والطلب بالصيغة القولية. وقد فسر قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية بدعاء العبادة وبدعاء المسألة، والقولان معروفان. والآية تشمل النوعين، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وذكر أنهما متلازمان، وكل عابد سائل وكل سائل عابد. وقال رحمه الله: والدعاء والدعوة في القرآن يتناول معنيين، دعاء العبادة ودعاء المسألة. وساق جملة من الآيات ثم قال: ولفظ الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وسميت به لتضمنها معنى الدعاء، دعاء العبادة والمسألة. ثم قال: فأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه، ولكن إذا جمع بينهما فيراد بالسائل من يطلب بصيغة السؤال، ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال. وسمى الذكر دعاء لما فيه من التعريض بالمسألة، قال: وهذه الصيغة صيغة الطلب والاستدعاء إذا كانت مما لا يحتاج إليه الطالب، أو ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك، فإنها تقال على وجه الأمر، إما لما في ذلك من حاجة الطالب، وإما لما فيه من نفع المطلوب منه. وأما إذا كانت من الفقير من كل وجه للغني من كل وجه، فإنها سؤال محض بتذلل وافتقار، انتهى. قلت: وقد نص على ما ذكره الشيخ من الفرق علماء المعاني صاحب المفتاح وغيره، وفرقوا في الصيغة الواحدة نظرا للمخاطب والمخاطب بكسر الطاء، فقالوا: هي من الأعلى أمر ومن المساوي التماس، ومن دونه مسألة وطلب. وقد فسر قوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية بدعاء المسألة، قاله العلامة ابن القيم. وقوله أنه في هذه الآية أظهر، وذكر أن استعمال الدعاء في العبادة والمسألة من استعمال اللفظ في حقيقته الواحدة، ليس من المشترك ولا المتواطئ ولا المجاز. وقوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، ظاهر في دعاء المسألة لمناسبة الحال والواقع. في حديث عكرمة بن أبي جهل لما فر يوم الفتح إلى السيف وركب البحر، جاءتهم ريح عاصف وظنوا الهلكة، أخلصوا الدعاء لله وصاروا يتواصون بذلك، ويقول بعضهم لبعض: لا ينجي في مثل هذا إلا الله. فقال عكرمة: إن كان لا ينجي في الشدة إلا هو تعالى، فكذلك لا ينجي في الرخاء إلا هو. وقال: لئن أنجاني الله لأرجعن إلى محمد ولأضعن يدي في يده، فكان ذلك وأسلم وحسن إسلامه رحمه الله تعالى. والقصة معروفة عند أهل العلم. وفي الحديث: دعوة أخي ذي النون،
ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه، سماها دعوة وهي سؤال وطلب وتوسل بالتوحيد. والعراقي يقول: لا تسمى دعاء وإنما هي نداء. وهذا رد على رسول الله وتكذيب بآيات الله وقول على الله بغير علم. وفي السنن من حديث حسين بن عبد الرحمن الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أسلم: كم كنت تعبد؟ قال: 7، واحد في السماء وستة في الأرض. قال: فمن الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. ومن هذا الباب قوله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، الآية. وهذا الدعاء ظاهر في دعاء المسألة حال الشدة والضرورة. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، الآية. وما زال أهل العلم يستدلون بالآيات التي فيها الأمر بدعاء الله والنهي عن دعاء غيره على المنع من مسألة المخلوق ودعائه بما لا يقدر عليه إلا الله. وكتبهم مشحونة بذلك، لا سيما شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم الذي يزعم هذا العراقي أنه على طريقتهما. أيها المدعي سليمى سفاها، لست منها ولا قلامة ظفري، إنما أنت من سليمى كواو ألشقت في الهجاء ظلما بعمري. حاشية. قال أبو محمد عبد القادر الكيلاني في كتابه فتوح الغيب والغنية: ينبغي لكل مسلم موحد أن لا يتكل إلا على الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يعتقد التصرف إلا لله، وأن يجعل مرآة عمله حديث ابن عباس قال: كنت راكبا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويكفيك أيها المسترشد قوله تعالى في الفاتحة التي تقرأها في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، فلا تعبد غيره ولا تستعن إلا به ولا تطلب إلا منه، فهذا هو التوحيد. انتهى. الفقير أحمد شهاب الدين. انتهت الحاشية. يوضح هذا أن ما لا يقدر عليه من الأمور العامة الكلية لهداية القلوب ومغفرة الذنوب والنصر على الأعداء وطلب الرزق من غير جهة معينة والفوز بالجنة والإنقاذ من النار ونحو ذلك غاية في القصد والإرادة، فسؤاله وطلبه غاية في السؤال والطلب، وفي ذلك من الذل وإظهار الفاقة والعبودية ما لا ينبغي أن يكون لمخلوق أو يقصد به غير الله. وهذا أحد الوجوه في الفرق بين دعاء المخلوق فيما يقدر عليه من الأسباب العادية الجزئية وبين ما تقدم، مع أن سؤال المخلوق قد يحرم مطلقا، ومسألة المخلوق في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة. قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه بايع نفرا من أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، فكان أحدهم يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولنيه. وقد اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع من تعليق الأوتار والتمائم وأمر بقطعها، وبعث رسوله بذلك كما في السنن وغيرها، وقال: من تعلق شيئا وكل إليه. بل نهى عن قول الرجل: ما شاء الله وشئت، وقال لمن قال له ذلك: أجعلتني لله ندا. ومنع من التبرك بالأشجار والأحجار،
وقال لأبي واقد الليثي وأصحابه من مسلمة الفتح لما قالوا له اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ونهى عن الصلاة عند القبور وإن لم يقصدها المصلي، ولعن من فعل ذلك، وأخبر أنهم شرار الخلق عند الله، ونهى عن الذبح لله في مكان يذبح فيه لغيره حسما لمادة الشرك وقطعا لوسائله وسدا لذرائعه وحماية للتوحيد وصيانة لجانبه. فمن المستحيل شرعا وفطرة وعقلا أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموتى والغائبين والاستغاثة بهم في المهمات والملمات، كقول النصراني يا والدة المسيح اشفعي لنا إلى الإله، أو يا عيسى أعطني كذا وافعل لي كذا، وكذلك قول القائل يا علي أو يا حسين أو يا عباس أو يا عبد القادر أو يا عيدروس أو يا بدوي أو فلان وفلان، أعطني كذا أو أجرني من كذا أو أنا في حسبك أو نحو ذلك من الألفاظ الشركية التي تتضمن العدل بالله والتسوية به تعالى وتقدس. فهذا لا تأتي شريعة ولا رسالة بإباحته قط، بل هو من شعب الشرك الظاهرة الموجبة للخلود في النار ومقت العزيز الغفار. وقد نص على ذلك مشايخ الإسلام حتى ذكره ابن حجر في الأعلام مقررا له، وتأويل الجاهلين والميل إلى شبه المبطلين هو الذي أوقع هؤلاء وأسلافهم الماضين من أهل الكتاب والأميين الشرك بالله رب العالمين. فبعضهم يستدل على شركه بالمعجزات والكرامات، وبعضهم برؤية المنامات، وبعضهم بالقياس على السوالف والعادات، وبعضهم يقول من يحسن به الظن، وكل هذه الأشياء ليست من الشرع في شيء. وعند رهبان النصارى وعباد الصليب والكواكب من هذا الضرب شيء كثير. وبعضهم أحذق من هذا العراقي وأمثاله الذين لم يفهموا من العبادة سوى السجود ولم يجدوا في معلومهم سواه. فأين الحب والخضوع والتوكل والإنابة والخوف والرجاء والرغب والرهب والطاعة والتقوى ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة؟ وكل هذا عند العراقي يصرف لغير الله ولا يكون عبادة، لأن العبادة السجود فقط، بل عبارته تفهم أن السجود لا يحرم إلا على من زعم الاستقلال. وقد رأينا كثيرا من المشركين ولم نر مثل هذا الرجل في جهله ومجازفته وبلادته. من فضلك تابع بقية المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ. ولولا ما نقصده من انتفاع من اطلع على هذه الرسالة لم نتعرض لرد شيء من كلامه لظهور بطلانه، ويزيد هذا ظهورا ما جاء في الحديث من قوله من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته خدوشا أو خموشا في وجهه يوم القيامة، وقوله لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس على وجهه مزعة لحم، وقوله لا تحل المسألة إلا لثلاثة: لذي غرم مفضع أو فقد مدقع أو ذم موجع. هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الأسباب الجزئية، فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية؟ وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع منه لمن قصد الصالحين ودعاهم. وقوله على أنها أرباب يريد به ما مر من أن دعاءها ومسألتها
بطريق السبب والشفاعة لا يضر. وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته. وقد علق الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك وعبادة غير الله تعالى. قال تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وقال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة الشرك. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الآية. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن المشتهر عندهم أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بالعلية، وهذا الأحمق زاد قيدا فقال: لا يشرك إلا من قصد واعتقد الاستقلال من دون الله. وفي تلبية المشركين في الجاهلية: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهؤلاء لم يدعوا الاستقلال، وعلى زعم هذا ليسوا بمشركين. وقوله: وهذا نداء لا دعاء، من أدل الأشياء على جهله وعدم ممارسته لشيء من العلم. وإن قل فإن النداء هو رفع الصوت بالدعاء أو الأمر أو النهي، ويقابله النجا الذي هو المسارة وخفض الصوت. هذا بإجماع أهل اللغة كما حكاه ابن القيم في نونيته، وشيخ الإسلام في تسعينيته، وليس قسيما للدعاء كما ظنه الغبي. قال تعالى: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم. الآية. ما فعلوه هو عين ما أمروا به، وكفى بهذه الآية حجة على إبطال قوله. وقال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه. وقال: ونوحا إذ نادى من قبل. وقال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. وقال تعالى: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه. وسمى هذا النداء دعاء في كتابه العزيز. قال عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. وقال: هنالك دعا زكريا ربه. وفي الحديث: دعوة أخي بن نون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. وفيه أيضا: لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا، يعني الشيطان الذي تفلت عليه صلى الله عليه وسلم. وفيه: ألا أنبئكم بأول أمري وآخره؟ دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى. يشير بدعوة سليمان إلى قوله: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الآية. وبدعوة إبراهيم إلى قوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. الآية. فسمى هذه المسألة دعوة، والتاء فيها للوحدة. وقال معاذ رضي الله تعالى عنه في الطاعون: إنه ليس برجز، إنه دعوة نبيكم وموت الصالحين قبلكم ورحمة بكم. يشير إلى قوله: اللهم اجعل فناء أمتي بالطعن والطاعون. فانظر هذه النصوص وما أفادت من إطلاق اسم الدعاء على المسألة والطلب. وقد تقدم بعض هذا وكرر تتميما للفائدة، وربما جر شأن شؤونا. وأما قول العراقي: إن الشيخ ذكر هذا على سبيل التغليظ والزجر، وله 100 عبارة تنفي ذلك وتخالفه، فيكفي من هذا العراقي أن يصحح دعواه بعبارة واحدة، ولا نكلفه تصحيح 100 لأنه أعجز وأقل. وقد تقدم التنبيه على كذبه ومجازفته، وأنه وجد كتبا ومواد شتتت فهمه وحجبت إدراكه وعلمه، فلم يزدد بها إلا حيرة وشكا. وما أحسن ما قيل: جهد المغفل في الزمان مضيع، وإن ارتضى أستاذه وزمانه. كالثير في الدولاب يسعى وهو لا يدري الطريق فلا يزال مكانه. وعبارات الشيخ في هذا الباب
أعني إنكار الشرك وتكفير أهله والحكم عليهم بما حكم الله به ورسوله في الدنيا والآخرة موجود مشهور لو تتبعناه لعز حصره واستقصاؤه، ولكن نشير لبعضه إلى ما وراءه. قال رحمه الله: وما علمت عالما نازع في أن الاستغاثة بالنبي أو غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله تجوز. قال: وعلو درجته صلى الله عليه وسلم بعد الموت لا تقتضي أن يسأل كما لا تقتضي أن يستفتى، ولا يمكن أحد أن يذكر دليلا شرعيا على أن سؤال الموتى من الأنبياء والصالحين وغيرهم مشروع، بل الأدلة على تحريم ذلك كثيرة. وقال رحمه الله: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم كفر إجماعا. قال البهوتي في شرحه على هذا الموضع: لأنه فعل عباد الأصنام القائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال رحمه الله بعد أن سرد جملة من الآيات وتفصيل القول أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل أن يطلب شفاء مريض من الآدميين والبهائم ووفاء دينه من غير جهة معينة أو عافية أهله أو ما به من بلاء الدنيا والآخرة وانتصاره على عدوه وهداية قلبه وغفران ذنبه أو دخول الجنة ونجاته من النار، أو أن يتعلم القرآن أو العلم، أو أن يصلح قلبه، أو يحسن خلقه ويزكي نفسه وأمثال ذلك، فهذه الأمور لا يجوز أن تطلب إلا من الله تعالى، ولا يجوز أن يقال لملك ولا نبي ولا شيخ سواء كان حيا أو ميتا: اغفر ذنبي ولا انصرني على عدوي ولا اشف مريضي ولا عافني وعاف أهلي ودوابي وما أشبه ذلك. ومن سأل ذلك مخلوقا كائنا من كان فهو مشرك بربه، من المشركين الذين يعبدون الملائكة والتماثيل التي يصورونها على صورهم، ومن جنس دعاء النصارى المسيح وأمه. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الآية. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. وقال رحمه الله: وكثير من الناس يقع في الشرك والإفك جهلا وضلالا من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع، والله سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل جميع كتبه بأن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، لا يعبد معه لا ملك ولا نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كوكب ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيئا من الأشياء. وبين أن كل ما يعبد من دونه فإنه يضر ولا ينفع، وإن كان ملكا أو نبيا، وأن عبادته كفر. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، إلى قوله محذورا. بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والجن والإنس ما يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وأن هؤلاء المدعوين من الملائكة والأنبياء يتقربون إلى الله ويرجونه ويخافونه. وكذلك كان قوم من الإنس يعبدون رجالا من الجن، فآمنت الجن المعبودون وبقي عابدوهم يعبدونهم، كما ذكر ذلك ابن مسعود. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، إلى قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من الملائكة والبشر وغيرهم ليس لهم مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا لهم نصيب فيهما، وليس لله ظهير يعاونه من خلقه. وهذه الأقسام الثلاثة هي التي تحصل مع المخلوقين: إما أن يكون لغيره ملك دونه، أو يكون شريكا له، أو يكون معينا وظهيرا له. والرب تعالى ليس من خلقه مالك ولا شريك ولا ظهير له، لم يبق إلا الشفاعة وهو دعاء الشافع
وسؤاله لله في المشفوع له، فقال: ولا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له. ثم إنه خص بالذكر الملائكة والأنبياء في قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، إلى قوله: بعد إذ أنتم مسلمون، بين أن اتخاذهم أرباب الكفر. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، إلى قوله: والله هو السميع العليم. وقد بين أن من دعا المسيح وغيره فقد دعا ما لا يملك له ضرا ولا نفعا. وقال لخاتم الرسل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. وقال: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، الآية. وقال: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال: ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء، الآية. وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، انتهى. وكلامه في هذا المعنى يعز حصره أو يتعذر. وكذلك صاحبه شمس الدين ابن القيم كلامه في هذا الباب أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر إلا بكلفة ومشقة، وتقدم قوله في المدارج. وقال أبو الوفاء بن عقيل: لما صعدت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرك إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت، إذ لم يدخلوا بها تحت غيرهم، وهم عندي كفار بهذه الأوضاع، مثل خطاب الموتى بالحوائج ودس الرقاء في قبورهم فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذا، وتعليق الستور على القبور اقتداء بمن عبد اللات والعزى. والويل عندهم لمن لم يحضر مشهد الكفر أو لم يعقد على قبره أو قبر أبيه بالآجر، ولم يقل الحمالون على جنازته: أبو بكر وعمر، انتهى. والمقصود أن النصوص بهذا المعنى كثيرة شهيرة، والعاقل يسير فينظر، ويكفي المؤمن أن دعاء الموتى والغائبين لا يعرف عن أحد من أهل العلم والإيمان الذين لهم لسان صدق في الأمة ولم تأتي به شريعة من الشرائع، بل المنقول عن جميع الأنبياء يرده ويبطله. فإن الله حكى أدعيتهم وتوجهاتهم وما قالوه وأمروا به، ونادب عباده إلى الاقتداء بهم، فقال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقد أجمع المسلمون على ذم البدع وعيبها، قال تعالى: أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. وفي حديث العرباض بن سارية أنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم لمحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا الوجه كاف في الجواب للاتفاق على وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. فصل. قال العراقي: والأصل في ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، الآية. قلت: يريد العراقي أن الآية أصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم إلى الله، وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله، ووسائل إليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا، فإن الوسيلة في شرع الله
الذي شرعه على ألسن جميع رسله هي عبادته وحده لا شريك له، والإيمان به وبرسله، والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاها، كما في البخاري وغيره من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في غار فتوصلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة من البر والعفة والأمانة، وكذلك ما شرع من واجب أو مستحب. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وابتغاؤها بالقيام بما أمر الله به وأحبه ورضيه من الأعمال الصالحة. وأما دعاء غير الله فليس وسيلة شرعية، بل هو وسيلة أهل الشرك والجاهلية من أعداء الرسل في كل زمان ومكان. والله لا يأمر بالشرك ولا يرضاه. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فكيف يتوسل إليه بالشرك به الذي هو أظلم الظلم وضد القسط، والذي يمنع من إقامة الوجوه له عند المساجد، وهو أي الشرك حقيقة التوسل الذي قصده المشركون. قال الله تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا قد يسمى توسلا، فإن لفظ التوسل صار مشتركا، فيطلق شرعا على ما يقرب إلى الله من الأعمال الصالحة التي يحبها الرب ويرضاها، ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم واستغفارهم، ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه إلى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات. والمراد بالآية الأول عند أهل العلم والمفسرين، وأما التوسل بذوات الأنبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفارهم فهذا لم يشرح ولا أصل له، فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والملة قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه وعدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب. والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق. وكذلك في الحديث لما أنزل عليه قوله: وأنذر عشيرتك الأقربين، قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله، لا أغني عنكم من الله شيئا. وأكبر من هذا من يدعوهم لا يستغيث بهم ويتقرب إليهم بعبادتهم على أنها وسيلة له وشفعاء، فإن هذا هو عين الشرك الذي ذمه القرآن وعابه ويسمي توسلا. وأما ما ذكره بعد هذا الكلام من نسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله من الجهل وعدم الفهم، فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين. ومعلوم أن الرسل نهت عن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله، بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من جنس المسألة. فلازم كلامه مسبة الأنبياء وأتباعهم إلى يوم القيامة، فنعوذ بالله من حال أهل الجهالة والسفاهة. فصل. قال العراقي: إنكم تكفرون بالحلف بغير الله ويكفر به السابقون من أهل بلدكم، وهو ليس بشرك ولا كفر، بل هو مكروه كراهة تنزيه للأدلة على ذلك. ولأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض أصحابه: لا وأبيك. ولأن الترمذي ترجم على هذه المسألة بالكراهة، وساق حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك، وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة. ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر. وقال بعد: هذا محمول على التغليظ والزجر، كالريا الذي فسر به قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية. والجواب أن يقال في هذا الكلام من الجهل والخوض ما يتنزه عنه العاقل فضلا عن العالم، من ذلك أنه قال: الحلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر، ثم ساق حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك،
ثم قادته المقادير إلى أن نطق بالرواية الأخرى: من حلف بغير الله فقد كفر. فقف وتأمل هذه العبر. ثم استدل بأن الترمذي ترجم بالكراهة، وهو أول من يخالف الترمذي في أكثر ما في سننه، مع أنه لم يفهم كلام الترمذي ولا حال حول مراده. ويقال: مسألة الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبوية بالنهي عنها، ودلت على أنه شرك لا يحل ولا يجوز، كما ذكره أصحاب الكتب الستة وأهل المسانيد من حديث أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وغيرهم. وإنما ساق الترمذي حديث ابن عمر، والترمذي رحمه الله أثبت أنه شرك وجعله كالرياء، والرياء شرك بالنص والإجماع، وهو من الكبائر، إلا أنه ليس مما ينقل عن الملة ويوجب الردة للآيات والأحاديث. وكلام الترمذي يدل على هذا، وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم، وحمله على هذا الحمل والتأويل أن الرواية الأخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله، والحكم بأنه كفر. وأراد الترمذي أن هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر، بل كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وظلم دون ظلم، كما قاله البخاري في صحيحه. وتسميته هذا كفرا من باب التغليظ، هذا مراده رحمه الله. وأما كونه شركا محرما فلم ينفه الترمذي ولم يتعرض له بتأويل، بل أثبته وقال به، لأنه جعله مثل الرياء. وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهة، والكراهة في عرض هذا الرجل إنما تطلق على التنزيه، هذا وجه ضلاله، ولم يدري أن إطلاقها على كراهة التنزيه عرف حادث، وأن الكراهة في عرف الكتاب والسنة وقدماء الأمة تطلق على التحريم. قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات المتفق عليها في جميع الكتب السماوية: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الحديث: إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وأظن هذا يحمل كل ما تقدم على كراهة التنزيه. قال الترمذي رحمه الله: باب كراهة الحلف بغير الله. وساق بسنده حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وسكت الترمذي على هذا ولم يتعقبه بتأويل، ثم قال: باب. وساق بسنده الرواية الأخرى عن ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر. وتأول لفظة كفر بأنها على وجه الزجر والتغليظ، لأن الحلف بغير الله لا ينقل عن الملة، بل هو كالرياء في عدم الردة وإن كان شركا. إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا، وجعل كلام الترمذي في تأويله لفظة كفر راجعا إلى كلا البابين، وأن الحلف مكروه كراهة تنزيه، والترمذي لم يتعرض لكونها للتنزيه. وأما قوله إنكم تكفرون به وترون أنه كفر، فهو كذب بحت وفرية ظاهرة، ما قال أحد ممن يعتد به عندنا أنه كفر مخرج عن الملة. وقد يطلق العالم والمفتي ما أطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف، ومن أنكر هذا الإطلاق فقد أنكر على الرسول صلى الله عليه وسلم. على أن ابن قيم الجوزية قال: قد يكون ذلك شركا أكبر بحسب ما قام بقلب قائله، وقاله القاضي عياض عن المالكية. وهذا ظاهر ما يخفى إذا قصد تعظيم من حلف به كتعظيم الله. وأما استدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء، والحديث دليل على التحريم، والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله، لأنه أمر من حلف بغير الله أن يكفر بتجديد الإسلام والإتيان بكلمة الإخلاص التي تضمنت البراءة من الشرك وإثبات التوحيد.
وقد قال لقريش وغيرهم من عباد الأصنام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وقال لعمه: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وإن كان ذلك يدل على الكراهة فهذا أيضا إنما يدل عليها، فسبحان من حال بين قلوب هؤلاء وبين الفقه عنه ومعرفة المراد من كلامه وكلام رسوله. وفي الحديث: إن حسنة التوحيد تمحو الشرك وتكفره، فإن الإسلام يجب ما قبله. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر تحريم الحلف واستدل له: ومعنى قول ابن مسعود أن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الشرك أعظم من سيئة الكذب، مع أن الكذب محرم بالإجماع. وأن ما حكاه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه قال في مختصر الإنصاف: ويكره الحلف بغير الله، وأن الشيخ استدل للكراهة، فلا يخفى أن العراقي دلس هنا ودبس، فأسقط من العبارة كلام ابن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم، هذا تدليسه. وأما تلبيسه فإن الشيخ قال بعد ذلك: وقيل يجوز، فأخره وحكاه بصيغة التمريض. وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته، وبقوله: أفلح وأبيه إن صدق، وبقوله في حديث أبي العشراء: أما وأبيك لو طعنت في فخذها أجزاك. ثم تعقب الشيخ هذا وذكر أن أحمد لم يثبت حديث أبي العشراء، وصدل بقوله: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبحديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقرر الشيخ أدلة التحريم. والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المسألة بقوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وترجم بالآية على هذه المسألة، وساق حديث ابن عمر وما روي عن ابن عباس ومنه: والله وحياتك. وأما الجواب على قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك، فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلها، منها أن هذا ليس من جنس اليمين المقصودة، بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد، مثل قوله: تربت يداك، ذكرتك أمك، ويح عمار. وهذا الجواب ذكره كثير من الناس، وقيل إن ذلك منسوخ. وصدم القائل لهذا القول بما لا يمكن أمثال هذا العراقي نقضة، وبعضهم تكلم في المسند ولم يثبت هذا كما تقدم عن أحمد في حديث أبي العشراء. وهذا آخر ما أوردناه، والحمد لله حمد كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه، وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، آمين. انتهى كتاب دلائل الرسوخ في الرد على المنفوخ، قرأه عليكم منصور الجنوبي. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.